البيت اللي هو البيت واش يدل قياد. سامعك اعتقادك وش اخبار تمام لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ صراحة بقيم مسلسلات انا تابعت انا شخصيا تابعتها اوكي. ففي فاتك نص عمرك ما شفتها وفي انصح فيه في جميل بس ما انصح يعني تحطه في القائمة اذا تابعت كذا مسلسلات. في نوت باد أزبل من اللي قبله فيما أنصح فيه أبداً. بقول السبب ليش صراحة ومو ليش. فلا تنسوا لايك والاشتراك في حسابات موجودة تحت صندوق الوصف. تابعوني عليها كامل تابعوني أسناب بعد. وأنا صراحة مجهز عندي 13 مسلسل بس هذول اللي قدرت أحصلهم أو قدرت أتذكرهم أني شفتهم وشياء. إذا في أي مسلسل ثاني قولوا لي عليه. ما تبوني أكمل قولوا لي برضه عشان اكمل يعني لما تكون ما عندي شيء ارجع اقول وانتم قلتوا لي لا تكمل. ليتس جو صراحه قبل ما نهبل زياده ليتس جو. اوكي اول واحد معنا اللي هو استوديو 23. حلو استوديو 23 انصحك فيه حلقات فيه مره ممتعه الا اخر كم حلقه صار فيها شوي يعني امور غلط امور خارج عن ديننا امور خارج عن كل شيء اوكي. اللي هو تحول ترى يا عيال شيء حرام مره يعني شو اقول لك يا لان الله مشبهنا من نساء بالرجال ومن رجال بالنساء. انا هذا اكثر حديث حافظه اكثر حديث بقوله في القناه. الممثل خالد الفرج وحبيب الحبيب يعني عليهم ادوار مره ما يصلح يا اخي. يعني مسلسل استديو 23 موجه اغلبه للصغار يعني هذا يعني حرام دينيا وحرام كل شيء. انا ما ادري ما العلاقه بس انا قاعد اقول رايي فيه. والممثل ماجد مطرب اكثر ممثل حبيته من وراء المسلسل ده بدع ابداع خرافي. ابو صامل ومصامل برضه مره ممتعين. خلصنا اول واحد نروح للثاني مسلسل سندس. يا شباب انا انصح اي واحد يتفرجوا اي كل الناس تفرجوا. شباب مره ممتع مره فيه كميه ابداع لا توصف صراحه. الممثلين الهام علي حسين عسيري بدعوا فيه ابداع خرافي. طبعا لا ننسى احلى وحده في المسلسل اللي هي الاء فيها كميه جمال. انا خلصت المسلسل من وراها لا بس صراحه مره بدعوا في هذا المسلسل ابداع مو طبيعي. انا سمعت انه اخراج حسن عسيري هو نفسه اخرج المسلسل ذا يعني تخيل مسلسل يعلمك كل شيء اوكي الصغير والكبير يعلمك كل شيء ابداع وصراحه يستحق تقييم 2000% والله العظيم تابعوه انصحكم فيه. اوكي خلصنا هذا الاول ونروح للثاني اللي هو مسلسل انا احبك بعد. حلو صراحه الممثلين ثينا وحسين ومحمد رمضان بدعوا فيه ابداع مو طبيعي واكثر واحد بدع فيه محمد رمضان. صراحة المسلسل هو رومانسي أنا أعتقد مسلسل رومانسي أو كوميدي هذا أكثر شيء تقدر تقوله. صراحة أنا حبيت المسلسل تابعته كامل وعدته مرتين. المسلسل الوحيد اللي عدته مرتين أنصحكم فيه صراحة. تقييم إيش أخذ يعني أقل من أنصحك فيه. كذا خلصنا المسلسل الثاني أروح الثالث. نروح للمسلسل الرابع مسلسل نوح العين. شباب هذا المسلسل ليش أقول لكم عليه على إبداع المخرج بدع فيه إبداع مو طبيعي وصراحة فاتك أكثر من نص عمرك لو ما تابعته. شباب صح إنه مسلسل شبه قديم مثلون يعني قديم بس يا شباب مبدع يعني قاعد يعلم البنت إنه ذا الشيء غلط وذا الشيء صح وصح إنه في شوية عقلية متخلفة مثلوا إنه في عقلية متخلفة ولكن بس في شخص واحد مو في كلهم. مسلسل إبداع مرة. لا أحكي لكم عن جمال ملاك اللي هي ملوكة يا عيال يمكن هي الوحيدة اللي مسويه فول على انستغرام اقسم بالله هي الوحيدة جميلة صراحة والله العظيم جميلة. احسن شيء انها اصغر مني سمني بكم شهر يمكن 18 يوم بس والله صراحة ايش تحية ليش ما ادري. روحوا تابعوا المسلسل اذا ما تابعتوا المسلسل فاتك ثلث ارباع عمرك
أقسم بالله. كذا نكون خلصنا تقييم المسلسل الرابع، نروح للمسلسل الخامس هو من هو ولدنا الجزء الثاني. شباب من هو ولدنا فيه كمية إبداع لا توصف. إيش علمك؟ علمك إنه يعني ما تفتخر في الشيء اللي عندك، اللي هي القصة تدور على ريان وبندر. القصة هذه هي على ريان وبندر، من شخص كان فوق ما في ولا واحد يطيقه إلى شخص صار يشتغل عند واحد كان ممكن ما يتعشى الليل أو كان ممكن وجبة ممكن ما يحصلها في اليوم. تبادل الأدوار، الاثنين عاشوا حياة ما أقدر أفهمكم إيش المسلسل، لكنه مسلسل مبدع مبدع يا عيال. تخيلوا أول الجزء الأول تابعته في ممكن 10 أيام، الجزء الثاني من أول يوم رمضان أتابعه إلى آخر يوم رمضان. أنصحكم تتابعونه، أنصحكم فيه جدا جدا جدا، أنصحكم فنحطه أنصحك فيه. نروح للمسلسل السادس ألا وهو شباب البوم الجزء 11. أنا قاعد أشوفكم على الجزء 11. شباب أنا المسلسل بدأ تقريبا من الجزء الخامس والرابع كذا من أيام محسن، مختمة كامل لين الجزء التاسع، قطع وقتها رمضان. عارف المسلسل مرة متابعة، بعدين رجعوا اللي هي 2021 ما نزلوا، 22 نزلوا 19 10، 23 نزلوا الجزء 11. شباب المسلسل غريب، يعني أعطاك أن البويات شيء عادي واقعي، لا البويات لا، بويات ملعونات ويدخلون في حديث لعن الله مشبهين من نساء بالرجال ومن رجال بالنساء. ايش من كانت البنت تحت ظروف انه يعني مثلا اهلها مثلا ما عندهم عيال، ما في معين اللي هي اي شيء، البنت تظل انثى اوكي قادره، يعني تقدر مثلا تدبر اهلها، مثلا تشتغل او شيء، تشتغل كانها كاي بنت. انا الحين انا ما قلت اي كلمه على المفرعات في المسلسل او شيء، لانه قاعدين انت يعني تمثيل وهذا انا ما اتدخل فيه، انا قاعد اقول لكم على البويات. يعني تدخلوا فكره انه البويات شيء عادي، لا البويات حرام، ملعونات البويات. انا صراحه الجزء 11 شفته حلقه واحده، فوق اخواني كانوا يتابعونه، صراحه قرفت منه، وانا في المسلسل طفيت فلكت القناة اللي كانت تتابعون عليها. والله العظيم زبالي عيال، والله العظيم يا عيال المسلسل الوحيد اللي ممكن الحين ياخذ تقييم ما انصحك ابدا 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 ابدا. وصراحه ما بدعوا في المسلسل، يعني الجزء السادس الى 11 ما في محتويات جديده، كل شيء قديم، كل شيء باهت. تعرفون ايش يعني باهت؟ كل شيء باهت بالله. اطلق واحد في المسلسل صالح حبيته حب مو طبيعي، الرجال فيه قبول، ممثل مبدع، وانا ناس شخص احب القصمان. لا ممكن إذا تابعونا عشان صراحة برفع التقييم شوي عشان صالح. بس كذا نكون خلصنا المسلسل السادس، بنروح للمسلسل السابع لا وهو عودة طاش. سبب طاش من أكثر المسلسلات نجاحا في العالم وحبا في العالم، يعني ممكن أنك في الجلسة مستحيل ما فيها أحد جالس معك في الجلسة معيد المسلسل. أبوي الحال يمكن عنده مسلسل أكثر من مرة. مسلسل قبل كان مرة مبدع، مرة إبداع. الجزء ذا اللي هو عودة طاش مرة جميل أوكي، بس ما هو زي قبل، ما هو زي الرانك اللي وصلوه قبل. بالنسبة لي أنا قاعد أقول لكم كل ذا، كل التقييمات ذي بناء على رأيي أنا يعني أنا ما قاعد أقول مثلاً أعلى التقييمات أو شيء، تحدي المعلومات مو أنا، روح شوفوه، مو مرة مبدع، أنا صراحة مدمن تحدي المعلومات. هذا مسلسل صراحة جاء في مكانه not bad، يعني لا أنصحك فيه ولا ما أنصحك فيه، تبي تابع كويس. والحلقة الأولى، الحلقة الأولى الوحيدة اللي بدعوا فيها، هذا الوحيدة اللي بدعوا فيها اللي هو قاعد يقول لك النقلة من أول إلى الحين، صراحة أول كان أفضل، والله العظيم. كذا نكون خلصنا هذا المسلسل، نروح لأي مسلسل. المسلسل الثامن اللي هو مسلسل اسمه جميل جدا، صراحة المسلسل جميل جدا، اللي هو من بطولة سارة طيبة سعد عزيز. سعد عزيز لا أحكي لكم ممثل، أطلق ممثل صغير، والله العظيم أطلق ممثل صغير، عمره ممكن 23-24 سنة بالكثير. شباب مبدع الرجال، الشخص ده مبدع مرة. 7 حلقات ترى، بس 7 حلقات. أقسم بالله أني أول ما اكتشفت المسلسل شفته ممكن الساعة 3 بالليل أو 2 بالليل، قعدت على المسلسل تقريبا لين الساعة 7:30 الصبح، وأنا حلقة ورا حلقة حلقة ورا حلقة لحد ما خلصته. هذا المسلسل أنصحكم فيه مرة
مره صح انه في افكار تشوش المخ اللي هو مثلا انه شيء عادي ان البنت تكلم الولد و و و, و الى ذلك. بس المسلسل ممتع اوكي. اتوقع انه عاشوا المسلسل انه ما ادري كيف اوصل لكم اياه، لكن انصحك فيه. يبقى انصحك فيه، ما اقول لك فاتك تصعب منك، لا انصحك فيه. مسلسل حلو صراحه، والله حلو، بدعوا فيه الممثلين. ساره طيبه اتوقع ما هي ممثله قديمه، لانه ما هي معروفه ذاك الزود، بس انها بدعت صراحه. كذا نكون خلصنا تقييم المسلسل الثامن، نروح للمسلسل التاسع اللي انا بيج فان للمسلسل ذا، مسلسل سكه سفر يا عيال. اقسم بالله ان المسلسل فيه كميه ابداع مو طبيعيه ابدا. يعني قصه ثلاث اخوان يعني حافظوا على بعض، حافظوا على بعض باشد الطرق. واحد يفلت، اثنين يسحبونه، اثنين يفلتون، واحد يجيبه، ما عنده اي مشكله. هذا المسلسل اللي تنطيه اذا في فوق فاتك نص عمرك تحطه، وحطه اول شيء صراحه. مسلسل يكفي يعني انك تعيده مسلسل 20 مره 30 مره. انا عدته مرتين، الجزئين عدته مرتين. مسلسل ابداع 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 مره، ومن اطلق ما انتجت المسلسلات السعوديه صراحه، والله العظيم. هذا تقييم المسلسل، واي واحد يعارضني ما اقدخل في ذا المسلسل، ما اقدخل. كل المسلسلات معك حق اللي ذا ما اقدخل، لانه هذا ياخذ اعلى من اي مسلسل. اللي هم ابدعوا فيه سعد عزيز، محمد الشهراني، وصالح ابو عمره. صالح ابو عمره مره بطل، انا احبه. اكتشفت انه كان يوتيوبر قديم، كان يوتيوبر قديم، وان شاء الله يعني واحد من اليوتيوبر يسمح زيه، والله بدا صراحه. وكذا نكون خلصنا مسلسلات سعوديه، نروح لمسلسلات غير سعوديه. صراحه ذا المسلسل الوحيد اللي جبته ما هو عربي لهجته عامه، لا لهجه فصحى، اللي توقع حكى قصه محمد القاسم. ما ادري اذا كانت قصه محمد القاسم دي حقيقيه ولا لا، بس ان الفيلم ذا رهيب يعني. الفيلم ذا انا ممكن عدته مرتين ثلاث كذا اربع مرات تعيده، مدة ساعتين ونص، جلسه واحده تخلصه، والله العظيم. وصراحه فيه لقطه بحط لكم اياها مره مبدعه، قصها وحطها في حفظه كل فتره اشوفها. واحد اثنين ثلاث، شوف اللقطه. شويش ورايا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ده بيكلم عننا شمورش. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مش هتدعدع من مطرحي، امسك نفسك يا شمورش. مش قادر. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما تنساش اننا مجبورين يا شمهورش، احنا مش احرار. يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللقطة فيها كمية ابداع وقشعريرة مرة مبدعة، فنحطه فاتك نص عمرك، بحطه ورا سكة سفر، نتابع سكة سفر بعدين نتابعه. إبداع بكل ما تحمله الكلمة. نروح الحين للقسم السوري، مسلسلين بس مسلسلين بعطيكم تقييمي فيهم. مسلسل العربجي يا شباب، أنا العربجي تابعت له آخر ثلاث حلقات، آخر ثلاث حلقات أدمنته، وناوي الحين أعيده من جديد. مرة 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 مبدع كذا. هنا تكون التمثيل السوري، هنا يبدع التمثيل السوري، والله العظيم. اللي هو من إبداع والله ما أدري مين، بس عارف اسمه خور. مبدع مبدع مبدع، وانصحكم تتابعونه. سوري سعودي اي شيء تابعوه. اليوم مسلسل العربجي، وممكن اقول انه انصحك فيه مره انصحك فيه. بعيد انا وشوف ستورياتي، ستوريات اي مسلسل او فيلم اخلصه حط له بوست. اوكي نروح الحين اخر شيء، اللي هو مسلسل باب الحاره الجزء 11.
يعني أنا ودي أقول رأيي هنا في مسلسل باب الحارة، بحكم أنه أنا سوري وممكن أني تابعت المسلسل النجزة الأول، ممكن أكيد النجزة الأول إلى التاسع. يا شباب المسلسل أحس أنه للجزء التاسع خلاص المسلسل هنا توفى مات. يعني إيش باقي؟ يعني إلى الآن ما ضروا إلا 3 أو 4 ممثلين قديمين والباقي كلهم طلعوا من المسلسل. فالمسلسل ذا أنا ما أنصح فيه أبداً أبداً، ما أنصح فيه يب عشاني سوري بقولكم ما أنصحكم فيه لأنه أنا أدرى فيكم. مسلسل تعبان بكل ما تحمله الكلمة، والله العظيم مسلسل تعبان وتوفى. المسلسل توفى خلاص، شو تريد أكثر من هيك؟ يعني وصلت مسلسل 11 كم توصل 2000 5 بس سامي المنى نفسه توفى. في ناس إلى الآن تتابعوا بس في كثير ناس بطلة تتابعوا، يعني ماتوا الكبار، الكبار مرة ماتوا. إيش باقي؟ ما عاد باقي أحد. إذا عصام نفسه توفى أنا أنصحكم من المنبر ذا اللي أنا ماسك المنبر ذا اللي شفت الخطيب جمعة استخباري، أنصحكم أنه ما تكملون أبدا أبدا ما تكملون، لأنه مسلسل باتع معتمدا، مسلسل صار باهت مرة. وما أنصح أي أحد لا روح متابعه عشان ما أكل حقوق وأكل هوا بعدين. تريد تتابعه تابعه، ما تتابعه تصور، لكن نحط تقييم ما أنصح فيه. بالنسبة لي ما أنصح أحد اليوم، أحس المقطع قصير، ما أدري إذا كان قصير إذا لا، لكن أتوقع أنه خلصنا. يب خلصنا تقييم المسلسلات اللي أنا تابعتها. يب هذا مسلسلات بس تابعتها، في كم واحد واحد نسيته، واحد صراحة ما حبيت أجيبه. فهذه هي قائمتي أنا قائمتي وبسوي له سيف صراحة. إلى هنا نكون صناعة الحلقات، صلك الاشتراك وحساباتي موجودة تحت صندوق الوصف، عبري عليها كامل، تابعوني أسناب بعد، وأنا الحين ترى رايح الشغل. سلام لي. يسحن زيد صلى على النبي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.